مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن عن اعتقال بيتر مادوف الأخ الأصغر لبرنار مادوف المصرفي السابق الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن ب 150 عاما إثر تورطه في عملية احتيال مصرفية ضخمة عام 2008. وسيقدم بيتر مادوف إلى قاض فيدرالي في مانهاتن بنيويورك لمحاكمته حيث يشتبه في ضلوعه في عمليات التحيل التي اتهم بها شقيقه الأكبر والتي باتت تعرف بسلسلة بونزي. عملية التحيل هذه تعتبر من أكبر عمليات النصب الاستثمارية في سوق المال الأمريكية إذ بلغت خسائرها عشرات المليارات من الدولارات. بيتر مادوف قد يواجه عقوبة بالسجن بعشر سنوات في حال إدانته في هذه القضية.